زي ما شفتم معايا يعني ست فتحية أو ست توحة زي ما بيقولوا عليها هناك، هو ده النموذج بتاع السيدة المصرية. يعني هي تعبانة وشقيانة وست جدعة، وبتنزل الصبح تروح شغلها وترجع تشوف طلبات بيتها وبتضحك. يعني هي عاملة ده وهي راضية، مش عاملاه وهي متحسش ان هي متقدره، حاسه ان هي تقدر المفروض ان هي تعمل ده وتعمل ده، حتى لو هي بتساعد زوجها لتحسين ظروفهم، او زوجها مش موجود، او زوجها هجرها، او زوج ميت او عيان، او يعني طبعا احنا بنشوف ظروف المراه المعيله كتيره جدا جدا، ولكن في الاخر هي بتعمل ده وهي حاسه ان هي لازم تعمله. دايما عندها احساس وشعور بالمسؤوليه، شعور واحساس بمسؤوليه في شغلها وفي بيتها وفي اولادها وفي كل حياتها، حتى في كل دايره محيطه بيها. النهارده احنا موضوع حلقتنا ممكن يكون يهم سيدات كثيره قوي، ولكن هو في الاول وفي الاخر بيهم كل الاسره المصريه، بيهم كل المجتمع. ازاي يعني تكون الاسره منتجه من خلال السيده دي اللي هي محور الاسره ومحور الحياه؟ ازاي ممكن تكون تقدر ان يكون عندها حرفه او الحرفه اليدويه؟ طبعا احنا شجعنا كتير وما زلنا مدعمين ومنكمل في حملتنا دعم الحرف اليدويه والصناعه المصريه، فما يكون عندها حرفه يدويه وتقدر تتقنها وتنتج منها، فاكيد كل ده هياثر تاثير ايجابي في المجتمع، وان هو ده طريقنا اللي احنا ماشيين فيه في التنميه. النهارده بتشرفني في الاستوديو دكتوره لمياء لطفي، الاستاذ المساعد بجامعه كفر الشيخ، هتكلمنا عن مبادره حرفتي بيدي. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بك يا استاذه، مساء الخير. مساء النور. ممكن يكون الفكره عند الناس يقول لك ما كتير، ممكن ناس بتتكلم عن المراه المعيله وتعليمها وكيفيه ان ازاي يكون في تعليم ومشروعات متناهيه الصغر. ايه اختلاف المبادره بتاعت حضرتك والهدف منها؟ طيب في البدايه اسعد الله مساءك، وكل سنه حضرتك طيبه، سنه دراسيه سعيده علينا يا رب جميعا وعلى اولادنا كلهم. بس في البدايه خليني اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. طبعا اولا عايزه اشكرك على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتيها على المبادره، وعلى الجمله الرائعه اللي حضرتك وصفتي بيها المراه المصريه، المراه التعبانه الشقيانه الجدعه، لخصنا. فانا متهيألي الثلاث كلمات دول بجد ممكن يخلونا مش محتاجين نقول حاجه في المبادره على فكره. صحيح، هي فعلا مراه تعبانه وشقيانه وجدعه، ولكن بفطرتها اللي ربنا خلقها عليها. وانا عايزه اقول لحضرتك ان احنا هنستبعد تماما من كلامنا واحنا بنتكلم عن المبادره ان المراه نصف المجتمع والمراه عايزه تعمل والمراه عايزه تخلي، مش ده التوجه اللي المفروض نتكلم بيه واحنا بنتكلم عن اي مبادره او خدمه مجتمعيه. التوجه ان احنا الاثنين انسان، وإن المجتمع ده والوطن إحنا عايشين فيه، وكل واحد فينا يستطيع أن يكون شخصاً منتجاً أياً كان عمره، أياً كان جنسه، أياً كان عمله، أياً كان تعليمه. فالحقيقة ده كان المدخل بتاعي. وطبعاً رداً الحق لأصحابه، أنا محتاجة بس أشكر في البداية ناس معينة وقفت جنبنا جداً من بداية التفكير في موضوع المبادرة لحد تنفيذها والاستمرار في تنفيذها ومراجعتها كمان مرة تانية. تمام. عايز أشكر الحقيقة جداً الصحفي الاعلامي الاستاذ احمد الشرقاوي، صحفي جريده الاسبوع، وطبعا ده تحت رعايه الاستاذ محمود بكري والاستاذ مصطفى بكري. عايزه اشكر جدا مؤسستي التعليميه جامعه كفر الشيخ، دكتور ماجد القمري، الموضوع كله تحت رعايته، دكتور علي ابو شوشه نائب رئيس الجامعه لشؤون البيئه وخدمه المجتمع. الحقيقه كل الناس دي بكل جهودها توجهوا معانا فعلا ان احنا نحاول نطلع المبادره دي للنور، ونحاول نخليها حاجه على ارض الواقع، مع ملاحظه ان هي كانت في البدايه، انا كنت يعني في الخليج بقالي فتره، وكنت الحقيقه عاملاها مبادره عربيه، وبعدين لما رجعت نقلتها الى مصر. عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا، الهدف العام بتاع المبادره، طبعا كلنا بنتكلم عن المراه المعيله، كلنا بنتكلم عن المراه المهمشه، كلنا بنتكلم عن المعاناه اللي بتعاني منها المراه بسبب الفقر او غيره في اي مجتمع من المجتمعات. تمام. بس في توصيف صغير كده قبل ما نبدا حابه اقوله لحضرتك. توصيف المراه المعيله، كلنا بنعتقد ان المراه المعيله اللي فقدت الزوج بالوفاه او بالهجر او بالعجز الكلي او الجزئي، ايا كان السبب اللي احنا بنعتقد بيه. ولكن عايزه اقول لحضرتك الاحصائيه اللي بتقول انه احنا عندنا مثلا المراه المعيله في مصر 30% ل 35%. لا، احنا عندنا اعلى من كده بكتير، احنا واصلين لنسبه 65%، وده رقم فعلي من كبير. واقع ايه؟ من واقع ايه؟ مش شرط ان الزوج يكون متوفي. انا عايزه اقول لحضرتك مثلا انه ممكن الزوج يكون موجود
بس في نسبة بطالة عالية، لا يعمل، مش لاقي شغل، ما بيشتغلش. الست في الحالة دي هي اللي بتشتغل بكامل إرادتها عشان تعيل الأسرة في وجود الزوج. صحيح. عايز أقول لحضرتك إنه أحيانا، وده تقريبا بنسبة 13%، قد يتسم الزوج بسمة البخل، سمة أخلاقية، صفة شخصية. السمة دي ممكن تخلي الزوج ما يصرفش على الأسرة. ففي الحالة دي برضو المرأة بتعول. مرأة كمان، أو إحنا هنسميها فئة الفتيات الصغيرات المعيلات، ما دخلناهاش معنا في الحسبة. الفئة دي موجودة بنسبة 17%، والفئة دي ممكن تكون تحت قيادة ذكورية. مثلا الأب ما بيشتغلش وبيشغل البنت الصغيرة، سواء تحت سن العمل أو فوق سن العمل. ممكن جدا أنها تكون فقدت الوالد والوالدة وبتعمل تحت ظل حد تاني، العم أو الخال أو الأخ، أي حد من الأقارب اللي موجودين أو في غير وجودهم. الفتيات الصغيرات دول بيعملوا وبيتكسبوا، ولما بيتكسبوا احنا بنسميهم معيلين، لانهم قد يعولوا اشخاص اخرين. صحيح. فكلمه المراه المعيله دي كلمه مطاطه كده وكبيره، وتاخد تحتها طبعا حاجات كتيره جدا. كتير. صح. جدا جدا. وكل الفئات اللي حضرتك ذكرتيها كلها فعلا موجوده، وفعلا يعني بنسبه ممكن بنشوفها كتير، يعني بنسبه كبيره في المجتمع. بالظبط يا فندم. وطبعا نرجع لكلمه ازدواجيه الادوار، ان المراه بتقوم بادوار مركبه، الحقيقه مش دور واحد. كونها ام، وكونها ربة أسرة، وكونها أحيانا بتذاكر، وكمان بتتكسب عيشها علشان تصرف، وبتعمل في أحيانا أعمال بتحتاج إلى مجهود بدني، زي ما حضرتك في التقرير شفنا الست اللي بتشتغل سواق التوك توك. هي بتقوم بكل الأدوار بتوعية كاملة وبرضا كامل. ودي المرأة المصرية اللي حضرتك وصفتيها دلوقتي، يعني صاحبة الاختراع المبدع، أول ست تفكر. صحيح. في العالم. وفي سيدات احنا يمكن عرضنا قبل كده تقرير السيدات عاملة بنا، اللي هي بتشيل الطوب والرمل زي الراجل بالظبط، وبتطلع بيه وبتنزل بيه، ودي شغلتها هي. فعلا. ده اللي لقيته واشتغلته، يعني عمل بيحتاج لمجهود بدني شديد صعب زيه زي الراجل بالظبط، والحقيقه ما اختارتش. فدي ما فيهاش مشكله، زي ما قلنا بتوعيه كامله جدا، لان احنا يعني الدراسات بتقول والابحاث بتقول انه عمل المراه او ادماجها في سوق العمل بيؤدي الى رفع الدخل القومي بنسبه التلت، والتلت ده نسبه مش شويه. فالحقيقه المفروض توجهنا كلنا يكون لإدماج الطاقات البشرية يا أستاذة وفاء، كل الطاقات البشرية. طيب الفكرة بتاعت المبادرة الحقيقة بداية جت إزاي؟ إن إحنا عايزين نعمل الفئة دي بالذات، المرأة المعيلة بالذات، اللي خارج منها الفتيات الصغيرات، اللي خارج منها المرأة بكل الظروف اللي أنا قلت لحضرتك عليها دي، عايزين نكسبهم حرفة يدوية يستطيعوا إن هم أولاً يتكسبوا منها العيش. أنا ممكن أقول لك حاجة بس قبل ما أنسى، معلش. وفي برضه نسبة تانية دلوقتي بدأت تظهر وبشوفها أنا بشكل شخصي وبدعمها بالشكل الشخصي، يعني الفتيات اللي بتدرس، يعني كل فتاة مثلا في الجامعة أو في مثلا في مرحلة، هي تقريبا الأكتر أو النسبة الأكبر في مرحلة الجامعة وبتشتغل. طب تخيلي دول بقى لو ضمناهم للنسبة السابقة، ده أنا عايزة أقول كده هيطلع من 80% لـ90%. دول دلوقتي كتير من النسبة اللي أنا هسألك عليهم، اللي أنت بتقولي الفتيات المتعلمات إن هو هيبتدوا يتعلموا التسويق عبر الإنترنت، اللي هي اللي يبقى فيه حاجة اللي هي الأونلاين، دلوقتي كتير دلوقتي من الفتيات بيقوم دول بيها فعلا. بتقوم بيها وبتضطر إن هي تجيب حاجات، أو فيه بيعملوا صناعات يدوية ومثلا مشغولات اللي هي الإكسسوري بتاعت السيدات. بالزبط. وبتعملها في وقت مثلا تعمل في وقت معين غير دراستها أو شغلها، وبتبيعها عبر الإنترنت. وطبعا ده يزود النسبة جدا زي ما حضرتك أشرتي دلوقتي. وزي ما حضرتك أشرتي برضو موضوع التعليم، هي قصة مش قصة إن المرأة تكون متعلمة أو غير، على فكرة فكرة المرأة قد تكون متعلمة بس مش قادرة تكتشف هي تقدر تعمل إيه. ده صحيح. فالناحية الإنتاجية دي مهمة جدا، البداية فيها مهمة، لأنك لو وجهتي نفسك صح هتقدري تعرفي أنت هتنتجي إزاي وهتتكسبي من هذا الإنتاج. والحقيقة برضو كان في إشارة في المبادرة لفكرة إنه من داخل المنزل وخارج المنزل، لأنه أحيانا قد تعوق ظروف المرأة العمل خارج المنزل، فإحنا عايزين نشتغل داخل المنزل. طب لو هشتغل داخل المنزل، في حاجات تقدر تعملها المرأة المتعلمة وفي حاجات تقدر تعملها المرأة الغير المتعلمة. كويس قوي. وده لفتني فعلا في ده، وده الاختلاف اللي جاي بيه المبادرة، ان انا اقدر اصنف المرأة دي، وخاصة اللي دخلت كتير في يعني في زي ما قلنا كده عباءة الامبريلا بتاعت المرأة المعيلة، دخلت في نسب كتيرة قوي زي ما حضرتك قلتي دلوقتي وذكرتي، اللي منهم حتى اللي هي ممكن تكون بتعول نفسها او بتعول اطفالها او كذا او كذا او كذا، او مثلا زوجها ما بيشتغلش، كل دي دلوقتي بتشتغل من خلال ان هي موجودة في البيت، او بتشتغل من خلال زي ما قلنا الانترنت. بالظبط يا فندم، عشان كده صنفنا المهن دي كلها، وحاولنا ناخد اكتر الحاجات المتاحة وفي نفس الوقت باقل التكاليف، لان انا عايزة اقول لحضرتك احنا عايزين نوصل في الاخر
الاخر لنقطه اسمها ان انا ازاي اعمل مشروع حتى لو هقترض من مكان، بس كاني بدور راس المال بتاع المشروع بتاعي اللي انا بادئه اصلا كحرفه يدويه غير مكلفه، بحيث ان هو يبقى اقراض بلا فائده. تمام. في الاخر انا ادين لجهه. الجزئيه دي لفتتني وانا يعني بقرا عن يعني بشوف فكره المبادره، ان حضرتك دلوقتي بتسعي ان يكون في قروض ميسره ولكن دون فائده، من غير فايده. بالظبط. طيب دي هتكون من خلال ايه بقى الجهات اللي ممكن تتعاون معاكي، او بداتي في فعلا جهات تعاونتي معاها؟ هل في دلوقتي في جهات تقدر تدعم ده من خلال ان هي تقدر تدي قروض للسيدات؟ طب وهيبقى ايه الضمانات لو هي يعني لو هي سيده مثلا واخده كارد معين وهي خدت كارد حسن من غير فايده، هل هيبقى في ضمانات؟ ايه مخيلتك او خطتك عن الجزئيه دي بالذات؟ احنا طبعا في البدايه تعاملنا مع كذا جهه او جهات مختلفه. بدايه الموضوع طلع من مركز رابطه الجامعه بالصناعه جامعه كفر الشيخ، وفي نفس الوقت برضو كان بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمراه، وفي نفس الوقت جمعيات رجال الاعمال. تمام. والحقيقه اللي خلاني اتوجه التوجه ده يا استاذه وفاء حاجه مهمه جدا، ان المراه المعيله احيانا بيكون عندها ابناء، والابناء دول في فئات عمريه مختلفه، قد يكون فيها فئات ترغب في العمل او تستطيع العمل. فانا بتعامل مع المراه المعيله مش هي لوحدها قوه منتجه، ده هي خلفها كمان قوه منتجه خفيه عايزين يشغلهم. فايه اللي يخليني اقول لاي جمعيه رجال اعمال، اي حد هيقدر يساهم في اقراض المراه المعيله، تعالى ادي الست دي فلوس عشان هتعمل مشروع كذا كذا وانت هتكسب منه كذا او هتسدولك بالطريقه الفلانيه. لا، انت تقدر توفر فرص عمل للقوة العاطلة اللي موجودة عند المرأة المعيلة دي، وهي كمان في نفس الوقت تبقى قوة منتجة. بداية بقى حضرتك من المشاريع الصغيرة بتاعت ما يسمى بالإنتاج الريفي أو الإنتاج المنزلي، اللي هو تقريبا بالوقتي المتعلق بالإنتاج الزراعي اللي يكاد يكون اختفى حتى من المنزل الريفي المعتمد على المنتجات الزراعية وخصوصا الألبان، الزبدة والقشطة والجبنة والعيش وكل الحاجات دي كلها. وده حلو جدا، لان في كفر الشيخ، انا رحت كفر الشيخ، طب عندكم هناك مدرسه كبيره، مدرسه تعليم فني فيها جزء كبير من تعليم تربيه الطيور والزواج والالبان يعني فيها حاجات اللي هي الحاجات اللي هي مفروض معروفه عن الصناعات الريفيه، فدي برضو كويس قوي ممكن يتم التعاون بينك وبينهم مثلا، او تعليم ساده، هل ممكن يكون في رابط كده؟ احنا في البدايه، في بدايه الموضوع خالص، احنا عملنا مجموعه من الورش التدريبيه، اول مرحله فيها كانت استكشاف. احنا بدانا تقريبا في الاول ب 17 امراه معيله، ودول تم اختيارهم بالمواصفات اللي قلت لحضرتك عليها. انا عايز اقول لحضرتك ال 17 دول تقريبا دلوقتي احنا وصلنا ل 150 فعلا في الوقت الحالي. كويس. وفي قائمه انتظار بما يفوق ال 750 امراه ما شاء الله. بس طبعا دول محتاجين مننا، لان الحقيقه في تضافر في الجهود. وعايزه اشكر في الجزئيه دي بالذات مجموعه من اصدقائنا العزاز جدا، اساتذه الجامعه في تخصصات مختلفه، لان زي ما بقول لحضرتك المرحله الاستكشافيه اهم من التنفيذ. طب ليه؟ زي عايزه اعرف الست دي تقدر تعمل ايه. كل واحده المساله طبعا نسبيه، ما تعرفش يعني على فكره. يعني هي بتبقى جايه، انت لو سالتيها انت بتعرفي تعملي ايه، مش هتعرف تقول لك انا بعرف اعمل كذا. صح. وما تعرفش تقول لك اللي هي بتعرف تعمله ده نقدر نحوله لحرفه هي تكسب منها ولا لا. احنا عملنا مجموعه ورش بسيطه، اربع ورش بس في انتاج المنظفات المنزليه. وبناء عليه عايزه حضرتك اقول لك انه اللي اتعلموا فاقوا اللي كانوا بيعلموهم، بقوا بينتجوا حاجات احسن بافكار جديده كمان من اللي هم اتعلموه في الاصل، مع ان الفكره ما كانتش على بالهم، ما كانتش موجوده وما يعرفوش انهم يقدروا يعملوها. كمان عندي حاجه مهمه وجزئيه مهمه جدا ما حبيناش ان احنا نغفلها معانا، ودي مجموعه من الورش او نقدر نقول عليها دورات تدريبيه توعويه من اساتذه الجامعه المتخصصين في العلوم النفسيه. كويس قوي. لان احنا عندنا مشكله مهمه بتقابلنا في السكه، وحسيت انها نوع من انواع العثرات اللي عايزه واقفه، وهي تغير نظره اسره المراه المعيله ليها مع تقدم عمر الاطفال. الاطفال وهم صغيرين بيبصوا للمراه اللي بتعولهم ان دي الراجل ودي الست ودي اللي بتقدر تعمل لنا كل حاجه. صحيح. لما بيندمجوا في المجتمع بعد كده بتبدا انه تحصل نظره مقله للمراه المعيله. صحيح. الام. ودي حاجه مهمه هستأذنك اقول لك عليها. في حاجه يعني احنا طبعا كل ده علشان يمكن خلال كاميرتنا اللي لفت بيها كل مصر شفنا حاجات خاصه في الريف او في ريف الصعيد وكده. هستأذنك ناخد بس المداخله دي. معانا احمد من الجيزه. الو الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. الخير يا دكتوره. اهلا بيك. اتفضل. أهلا دكتوره سامعاك.
دلوقتي طبعا مبادرة كويسة، بس أنا كنت عايز شوية يعني عدة محاور كده بسأل عليها. اتفضلي. الأول محور التسويق بالنسبة للمبادرة، لما أي حد مرة معايا تعمل مشروع طبعا ممكن تعجز إن هي تسوق، هل بيبقى ليكوا دور للتسويق؟ الحاجة التانية طبعا أنا شفت في خلال كلام حضرتك إن المبادرة فيها سيدات غير متعلمات وسيدات متعلمات. طيب ما نحاول نضرب كذا عصفور بحجر، إن إحنا نحاول نعمل زي نوع من اللي هو المتعلم دوت، نقدر برضو يبقى من ضمن المبادرة ان هو يعلم بعض السيدات او البنات اللي هي سابوا التعليم ومش متعلمات. النقطة الاخيرة برضو ان عندي مصر بتعاني من التكدس السكاني، وبرضو ان احنا ممكن يبقى فيه خلال الندوة نوع من التوعية للسيدات اللي هي بتخلف اكتر من ثلاثة، او يبقى اقدر انا اوعيهم يبقى برضو من خلال هذه الندوة يعني والمبادرة. وبشكر حضرتك. شكرا. اشكرك. تحياتي ليك يا استاذ احمد. هو فعلا لفت النظر لنقطه مهمه جدا، اذا كنت سمعت مظبوط، موضوع التسويق وموضوع محو الاميه وموضوع امكانيه ان احنا نخلي الناس اللي اتعلمت تعلم ناس تاني. تمام. وده فعلا محطوط معانا في البروتوكول في الفتره الجايه. وفي نقطه بس عايزه اطمن الاستاذ احمد عليها، موضوع محو الاميه مش مرتبط بس زي ما قلت لحضرتك المشروعات اللي احنا بنعملها بانها تبقى للمراه الجهله او المش متعلمه. ده في مراه متعلمه، دي ليها موضوعات ودي ليها موضوعات. طبعا بتختلف يعني كل كيس او كل حالات بما يتناسب مع ظروفها. واللي حصل فعلا انه عندنا بعض الحالات بدات تاخد على عاتقها، هي خلصت بدات تاخد على عاتقها تعليم المراه في صوره اخرى اقل تعليما او اقل حرفيه في بعض المهن والمهارات، تعلمها الحاجه اللي هي اكتسبتها. كويس قوي. الجزء اللي انا عايزه القي عليه الضوء الخاص بالمراه المتعلمه. في بعض المهن اللي هي مش مهن ظاهرة مش واضحة، ولكن زي ما حضرتك أشرتي في الأول بدأت الناس تستمهرها، تاخد فيها مهارات عالية جدا وتتكسب منها. زي موضوع إدخال البيانات، الست بقى اللي بتعرف تستخدم الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر المتعلمة، وفي على فكرة غيره بيعرفوا برضو بسبب التقدم التكنولوجي اللي موجود دلوقتي. موضوع التدريس عبر الإنترنت، موضوع تصميم المواقع الجرافيكس، أي نوع من أنواع البرامج اللي الناس بتقدر تعمل فيه كده او المراه تقدر تعمل فيه كده، هي فعلا تستطيع ان تجعله مهنه. ففي ناس تقدمت معانا جدا في الحاجات دي، ودلوقتي هم بيعلموا زملائهم التانيين. فموضوع المراه المتعلمه او الغير متعلمه ده فعلا مراعي جدا. النقطه اللي استاذ احمد بيتكلم عليها بتاعه التسويق، احنا فعلا بدانا نسوق الحاجات دي من اول ما المنتجات طلعت من اوائل الورش التدريبيه، والحاجات دي بقت تروح محلات كويسه جدا. يعني خلال معارض ولا الاول كانت معارض؟ زي حضرتك فاكرة موضوع الأسر المنتجة، عملنا معارض مبدئية جدا 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 إن احنا نعرض فيها المنتجات اللي احنا بنقول عليها عينات عمل. في البداية عينات العمل دي بتاخدها المرأة اللي بتشتغل بيها، وبنعرض كل المنتجات بتاعتهم وقت واحد، وهذه المنتجات بيتم تسويقها بأسعار رمزية، نقدر نقول أسعار التكلفة وفوقيها مكسب بسيط جدا. بعد كده تطور الموضوع شوية، وده بالاستعانة ببعض طلبة جامعة كفر الشيخ، إن احنا بدأنا نعمل تسويق في بعض المحال التجارية اللي بتبيع الحاجات زي الموظفات المنزلية، وبقى في رغبة وإقبال شديد على هذه المنتجات. وأنا برضو حابة أوجه الشكر الحقيقة للمتطوعين اللي معانا، اللي مش عايزة أقول لحضرتك يعني الحقيقة إحنا اكتسبنا منهم خبرة، مش إحنا اللي بنقول، لا على فكرة إحنا اللي اكتسبنا منهم خبرة ما شاء الله. قد إيه جميل إنه الوعي المجتمعي والرغبة في المشاركة المجتمعية وفي مساعدة الناس يعلمنا من بعض، لأنه مش حد بس اللي بيستفيد، مش واحد بس، هي مسألة بداية. وإحنا بنتناقل تناقل الخدمة ده أستاذة وفاء بيخليكي تتناقلي خبرة. وتحديدا أنا كنت مهتمة الحقيقة بموضوع دور الجامعة لسبب مهم جدا، ممكن يكون شاغل موضوع شخصي مثلا، إنه الجامعة مؤسسة أكاديمية تعليمية ليها وظيفة في المجتمع، وظيفتها النهائية خدمة المجتمع وتنميته. البحث العلمي والتعليم والتعلم والأعمال الإدارية اللي هي الوظائف اللي بتتم تحت المظلة بتاعة الجامعة كلها لازم تصب في خدمة المجتمع. لو العلم اللي عندي ما فاتش المجتمع في حل مشكلة، في تنمية، في توسيع مدارك، في إضافة جديد، في تحسين مستقبل، العلم ملوش لازمة. وده اللي احنا دايما بنتكلم عليه مع الطلبة. وانا شايفة فعلا دور الجامعات دلوقتي بقى فعلا مهم جدا بان هو بيرتبط بالسوق بره، والحقيقه خصوصا جامعه كفر الشيخ. انا مش عايزه اقول لحضرتك مجرد ارتباط جامعه كفر الشيخ بسوق العمل، وجود كليات حاجات خاصه بالثروه السمكيه، الحاجات اللي ليها علاقه بالعمل الفعلي وتوسيع مدارك الناس لتقبل المهن دي في سوق العمل، ليه دور قوي جدا. يعني احنا دايما لما بنيجي نعرف ولادنا
الهدف من العلم بنقسم الموضوع لثلاث اجزاء. احنا عندنا معارف وعندنا مهارات وعندنا وجدان. المعارف دي احنا بناخدها من العلم عشان نطبقها. المرحله الثالثه اللي بتقع مننا جميعا تحويل هذه المهاره الى صحيح اعتقاد ووجدان. اؤمن بانه ده خلاص بقى سلوك يومي، بقى ثابت ثقافي عندي. الحاجه دي بتقع مننا كلنا، عشان كده دايما احنا بنيجي في الحته بتاعت المعرفه بس ونتكلم، انما المعرفه دي ما عادتش مجرد 30% من العمليه كلها. فدايما احنا حتى بننقل لاولادنا انت تقدر تاخد المعلومه من كتاب، تقدر تاخدها من الانترنت، تقدر تاخدها من زميل، تقدر تاخدها من اي وسيله اعلاميه، انما لما تيجي تطبقها محدش هيجبرك تطبقها. لما تيجي تتحول عندك الى فايده ومعتقد محدش هيجبرك انها تتحول عندك لكده. فده محتاج مساعدتنا، مساعدتنا زي ما بقول لحضرتك كده، ان احنا نخرج بره بوتقة سور الجامعة ونتوجه للمجتمع ونعمل له اللي هو محتاجه، او ناخد مشاكله من بره من المجتمع وندخل بيها الجامعة ونبدا نجري عليها الابحاث بتاعتنا، مش العكس. صحيح اللي حاصل طبعا دلوقتي العكس، ولكن التوجهات المستقبليه كلها بتقول ان انا اخد من بره لجوه مش من جوه لبره. فدي الرؤى المستقبليه اللي اعتقد انها تقدر تخلي تنميه المجتمع وخدمته هدف مستقبلي نقدر نشتغل عليه. كويس. فدي حاجه من ضمن الحاجات برضه اللي المبادره حاطه اللي حطاها في اعتبارها وبتشتغل فيه. وانضم لنا متطوعين كتير جدا وانا سعيده بوجودهم معانا. واحنا عندنا مراحل، كذا مرحله. اول مرحله مرحله التطبيق طبعا اللي كان فيها التخطيط للمبادره، وبعدين بدانا نطبق، والفتره الجايه دي ان شاء الله نجني ثمار هذا التطبيق. وهاجي لحضرتك مره ثانيه وهقول لك بشكل شخصي، يا ريت، وننزل معاكي كمان ان شاء الله، ان احنا فعلا الحاجات دي اثمرت، انه بقى في سيدات معتمدات على نفسهم بغض النظر عن الظروف الاجتماعيه الصعبه اللي بتقابلها. وخصوصا برضو يا استاذه وفاء ان احنا بيجي لنا حالات، عايزه اقول لحضرتك حاجه، طبعا بحكم ان انا تخصصي اقتصاد منزلي، فلما بنيجي نقعد مع ست عندها مشكله، مش المشكله الفقر والله، وانا مش عايزه اقول انه الاحوال الاقتصاديه والغلاء المعيشي، والله مش دي المشكله الرئيسيه، مش احنا لوحدنا، دي مشكله عالميه موجوده في اوروبا، موجوده في امريكا الشماليه بنسبه تخطيط 23% للمراه المعيله، موجوده في المغرب العربي 17%، موجوده في لبنان 22%، فمش مصر بس. فالجزئيه بتاعي ان احنا نعمل الحاجات دي عشان نحل بيها مشكله مساله مهمه جدا. انا هسالك بس هستاذنك يعني نطلع فاصل، بعد الفاصل عايزه تفاصيل كتير خاصه في المنتجات، ممكن تكون المنتجات المنزليه دي، لان فيها حاجات عجبتني في من خلال المبادره هسالك عليها بالتفصيل. نطلع فاصل نرجع تاني. رجعنا لكم تاني ولسه معانا دكتورة لمياء لطفي، وكنا بنتكلم عن ازاي المرأة تكون منتجة بأقل الإمكانيات. المرأة على قد ما احنا بنقول هي الست الشقيانة والجدعة، ولكن أيضا في حاجة مهمة جدا نسينا نقولها، إن الست المصرية ست ذكية، تقدر تتعلم بسرعة وتقدر تنتج وتقدر تعمل كل زي ما قلنا، عندها ازدواجية الأدوار، تعمل كذا دور في نفس الوقت. دكتور لمياء، يعني كنا بنتكلم على انها ايضا تبتدي تتعلم، من المبادره بتاعتكم بتستهدف انها تعلم المراه في بيتها الحرف مثلا اللي هي ممكن تصنع مواد غذائيه داخل المنزل، زي ايه وايه المساله؟ يعني المساله هل هي فيها صعوبه ولا ممكن تبقى حاجات سهله من مثلا من ثقافتنا الموروثه المصريه القديمه، ان هم كانوا برضو بيقدروا يعملوا الحاجات دي؟ هي الموضوع سهل وبسيط جدا يا استاذه وفاء، بتحكمه قاعده ان التدبير نصف المعيشه. زي ما حضرتك قلتي، المراه المصريه ذكيه جدا وعارفه الخامات اللي تحت ايديها ايه وامكانياتها قد ايه وتقدر تستهلكها ازاي. ابسط انواع حفظ الاطعمه اللي كانوا زمان بيستخدموها موضوع الحفظ بالتجفيف. يعني لو قلت لحضرتك مثلا التين والمشمش على سبيل المثال، من الحاجات الحقيقه اللي ممكن يحصل تجفيفها، زي زمان ما كانوا جداتنا واللي قبلهم بيجففوا الباميه وبعض الخضروات. كل الحكايه ان احنا بنسحب منها نسبه الرطوبه عن طريق التجفيف الشمسي في منطقه بتتهوى كويس جدا موجوده داخل البيت. الطريقه دي ما بتكلفش، مش محتاجه تعليم، مش محتاجه فنيات، مش محتاجه مهارات عاليه من المراه اللي هتقوم بيها.
وبيحصل تعبئة وتغليف بعد كده، والحاجات دي بتفضل موجودة كمنتجات منزلية وبتتباع بأسعار مش بعيدة خالص عن سعر الحاجة في وقتها. وخصوصا حضرتك عارفة ان احنا بنعاني من مشاكل دلوقتي، انه مثلا معظم الأغذية او معظم الخضروات او معظم الفاكهة بتبقى في بشايرها او في بداية الموسم سعرها مرتفع جدا. صحيح. فنرجع للطرق التقليدية في حفظ الأغذية القديمة اللي مش محتاجة مني إمكانيات، اللي مش محتاجة مني خامات زيادة أو تكلفة عالية، أو حتى التعبئة والتغليف بتاعها مش محتاج حاجة جامدة جدا وتكلفة عالية جدا. فبنقدر نعمل الحكاية دي مرة تانية، والمنتجات بتبقى متوفرة وموجودة طول الوقت للاستهلاك المنزلي. برضو عملنا حاجة اللي هي إنتاج الموظفات المنزلية. طبعا مش عايزه اقول لحضرتك لو من غير طبعا كنا بنتكلم طبعا قبل التليفون في جزئيه ان ممكن الابناء لما بيكبروا شويه بوش يعني بيشوفوا ان المهنه دي مهنه دونيه يعني بشكل او باخر، ويمكن ده احنا قابلناه لما نزلنا شفنا الاسر اللي ممكن تكون فيها المراه المعيله هي اللي بتعمل مشروع زي المنظفات ده، وشفنا ان ولادهم بيقوم كانهم مثلا بالمعنى البسيط كده بتاعنا او المعنى الدارج بيبقى مكسوف من ان هو مامته بتعمل الشغل ده. طبعا وارد، وان كان وارد ده فوارد لاسباب كتيره قوي، ان ربما يكون في قصور في التربيه، لان المراه المعيله قد تنصرف احيانا لكسب العيش عن التركيز على موضوع تربيه الابناء. المستوى الثقافي المنحدر، او مش عايزين نقول المنحدر، نقول اللي هو القليل شويه او المنخفض، مستوى التعليم اللي يكاد يكون ما فيش. عشان كده زي ما قلت لحضرتك احنا صاحبنا موضوع الاعمال اللي موجوده في المبادره بين ادوات توعويه، لازم يحصل توعيه للمراه المعيله نفسها، للاسره بتاعتها، كل الفئات العمريه الموجوده فيها والناس المحيطه، عشان مساله ادماجهم في المجتمع يكون الموضوع متقبل شكلا وموضوعا حتى في حال كبر الاطفال رفضهم او قبولهم للموضوع. فالحاجات دي فعلا لازم تكون موجوده. وبعدين عايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه، العمل او العمل في قيمته. العمل وده كلنا عارفينه، مش محتاج تغيير ثقافه يا دكتور، يعني من خلال حتى الاعلام، من خلال الاعمال الفنيه، لان الموروث الثقافي ان ممكن لما يكون في حد ام بتعمل ده فده معروف، حتى خاصه يعني احنا شفناه كتير في كل الاعمال الفنيه ان دي باين ان الست دي غلبانه وان الاسره دي يعني طبعا حضرتك عارفه الصوره، اكيد الصوره الدراميه اللي محتاجه دي تتغير عن طريق الاعلام. العادات الاجتماعيه يا استاذه وفاء من اصعب الحاجات اللي ممكن نغيرها في المجتمع، مش زيها زي اي حاجه. يعني حضرتك مثلا لو افترضنا ان احنا بناخد دواء غلط ممكن بكره نصلحه نجيب دواء جديد، لكن اذا ترسخ فكر معين في حاجه معينه نفس المده الزمنيه اللي بياخدها عشان يترسخ في ذهن انسان محتاجينها عشان يطلع. بس كل ده بالتكرار التوعيه. كلمه توعيه دي كلمه مهمه والله جدا، طبعا مش بس للافراد الموجودين في اسره المراه المعيله، للمراه المعيله نفسها. انت ما تنسيش حضرتك ان بسبب انخفاض الوعي او عدم وجوده احيانا المراه المعيله بتتعرض لمشاكل قانونيه وحاجات خاصه في الصرف وحاجات خاصه في الاموال وحاجات خاصه في البنوك بسبب الجهل، انه ما فيش وعي، بتتعرض تحت لطائله ناس كتير جدا في امور النصب والاحتيال، ممكن يستغلوها زي ما بتتحول لغارمه. وده اللي عايزين نتكلم، هستأذنك برضو ناخد معانا ام اميره بقى لها شويه على التليفون. ام اميره. ايوه يا فندم. اهلا بيك، اتفضلي. يا رب يخليكي. ربنا يكرمك. بص انا استقي في خدمه والنبي. اتفضلي. انا عندي 50 سنه بحتاج مكنه خياطه. انا معايا بنتين في اعدادي، واحده في اولى اعدادي وواحده في ثالثه اعدادي. معايا بنت ثانيه كبيره يتيمه. انا محتاجه بس من حضرتك مكنه خياطه اشتغل عليها. ورايا يعني ان انا كنت طباخه مش قادره اقف على رجلي دلوقتي في اني قاعده في البيت بقالي سنه وربنا. انت منين يا مؤميره؟ من الجيزه؟ اه يا حبيبي. طيب حاضر، احنا نشوف برضو لو في امكانيه مع الدكتوره، يعني لو في امكانيه وما كانش ان شاء الله فاحنا باذن الله تعالى ربنا يرزقنا برزقك ان شاء الله باذن الله. اشكرك. نعم. طيب محمود في صوت، بس معلش في صوت. طيب مؤميرة يعني سيبي بس رقم تليفونك وبياناتك وان شاء الله نتواصل معاك ان شاء الله بعد الهوا. هل في دكتورة يعني المبادرة دي مختصة فقط بتطبقوها الاول وتشوفوا امكانياتها في محافظة كفر الشيخ، ولا ممكن تكون معممة في كل انحاء مصر؟ ان شاء الله احنا بنسعى للتعميم، يعني طالما هي اثبتت نجاحها من بدايتها في محافظة كفر الشيخ ان شاء الله هنسعى لتعميمها. وطبعا هي فعلا اثبتت الحقيقة الحكاية دي،
وبس عايزه اقول حاجه بمناسبه المكالمه بتاعت ام اميره، انه ممكن جدا انها تلتحق معانا باي جزئيه عندنا خاصه بموضوع الحياكه. عندنا ناس بتعلم وعندنا ناس بتخليها تتدرب فعليا على موضوع الخياطه واستخدام ماكينه الحياكه، وان شاء الله هيبقى في موضوع توزيع او تبرعات خاصه بمكان الحياكه دي، فهي بس تتواصل معانا. يعني في دلوقتي ممكن ده يتوفر يكون في عندها المكنه دي ولا؟ ان شاء الله ممكن، لان احنا في ناس متطوعه بتغطي الجانب ده من الاحتياجات لبعض، مش عايزه اقول لحضرتك كله طبعا عشان ما يبقاش الموضوع متسع من يعني هنا. ممكن حد متبرع بيها؟ في ناس بتتبرع بيها. كويس قوي، خلاص لو ما كانش يعني ان شاء الله لو نشوف ده بنقدر نتواصل معاها على طول، وان شاء الله يعني لو يعني يكون ده في اقرب وقت يبقى ربنا يكرمكم يا رب، ويعني يكون ده حاجه كويسه جدا، حاجه تقدر تشتغل بيها برده، ويكون يعني شوفي هي حسب المسؤوليه، وكانت بتشتغل طباخه أكيد. ولكن هي محتاجه تغير، تعمل تغيير مساري او تغيير يعني تحويل لمساري المهنه بتاعتها عشان تتناسب دلوقتي مع ظروف مرضها، ودي اكيد حاجه كويسه جدا. القروض وده اهم حاجه، يعني ممكن يكون اهم ما في المبادره القروض والتسويق. القرض اللي هو ممكن يتوفر للسيده او للاسره عامه، ازاي ممكن يعني يكون يعني اولا ايه الجهه اللي ممكن تتعاون معاكي في ده في المبادره، وازاي ممكن يوفروا القرض بدون فوائد وفي نفس الوقت هو يضمن السداد؟ هل في اليه معينه؟ هو طبعا احنا تواصلنا مع بنك مصر وتواصلنا مع جمعيه رجال الاعمال في موضوع الاقراض بلا فائده، وان شاء الله الجزئيه دي بالذات هيبقى فيها كلام، لان موضوع بلا فائده ده بس في القصه بتاعه البنوك بيبقى تحتها كلام كتير جدا طبعا، لانه لازم يكون في فائده وان كانت فائده نقدر نقول حتى رمزيه. بس احنا بنقدر نعمل عمل معقول شويه يا استاذه وفاء، يعني احنا بنشغل الاول بامكانيات بسيطه جدا، وبعدين الست لما الموضوع بيدور معاها او بتقدر تتكسب كميه من المبالغ الماليه بتقدر هي تكبر الموضوع بعد كده، وتقدر هي على ضمانها الشخصي تعمل اي نوع من انواع القروض من اي جهه من بنك ممكن تاخد، وتقدر هي بعد كده تسدد، لكن نقطه الانطلاق بتبقى من عندنا. احنا بنحرص انها تبدا بدايه غير مكلفه ليها، يعني البدايه خالص. يعني انتم المبادره، هل المبادره تحولت لمؤسسه مثلا؟ لا لسه لم تتحول لمؤسسه، ولكن معانا جهات بتتطوع او بتتكلف بانها، مش عايزه اقول لحضرتك كلمه تقرض، ولكن تبدا بدايه المشروع الصغير. يعني نقدر نقول ان في جهات متبرعه بده كمسؤوليه اجتماعيه بتقوم بيها، ان هي كدورها مثلا هو في الاول في الاخر حتى لو احنا اخترنا لفظه المسؤوليه الاجتماعيه ليهم، في حاجه تانية مهمه جدا، يعني ان يعني هو حد بيعمل القرض الحسن ده في رايي يعني انجاز التعبير، هو في الاول وفي الاخر بيحيي اسره، وان هو بيوجد لها مصدر رزق، في نفس الوقت لو حتى دي عمل جاب مثلا المكنه دي، فدي تعتبر في رايي متواضعا مش بقول شرعا ولكن بقول في رايي كانها صدقه جاريه، حد بيشتغل على حاجه فكانها يعني هو عمل حاجه بتدر له منها، يعني بيجيب منها قوت عياله. هو طبعا مشروع مع الله، ولكن احنا مش عايزين نحول الموضوع يعني او نتكلم فيه من الناحيه الدينيه او الناحيه اللي هي الحساسه قوي في التعامل مع الناس دي، لان عايزه اقول لحضرتك في بعض الفئات من السيدات اللي عندهم عفه نفس غير طبيعيه، ممكن ما يقبلوش بالصوره دي، فاحنا لما بنحطهم على اول الطريق انها تلاقي نفسها بتطلع منتج، والمنتج ده في حد هياخده منها ويديها سعر ولو رمزي، بتعتبر نفسها كده بتتكسب وبتبقى في قمة السعادة، وإن كان المكسب بسيط جدا وزهيد جدا بتبقى في قمة السعادة، بعد كده هي بتحاول لوحدها تكبر المبلغ البسيط اللي بدأت بيه واحدة واحدة، زي ما بنقول زي ما قلت حضرتك. أنا مش عايزة أحطها، أو كنت أقصد بالمعنى يعني مش عايزين نحطها تحت عباءة الدين، ولكن أنا بقول لحضرتك اللي بتقوم بيه الناس، الجهة اللي هي متبرعة معاكم في إن هي تقرض، فبقول هي لو خدوها من مغزى مغزيين فهم في الاخر كسبانين، هو لو كمسؤوليه اجتماعيه ان هو بيساعد على الانتاج ويكون فيه تنميه، وان هو يساعد الاسر دي بدل ما يمدوا ايديهم ويبقوا عاله على المجتمع وعبء كبير على المجتمع، لا هو بيخليه ينتج، وفي نفس الوقت ان هو يعني بيتاجر مع الله، ان هو بيخلي الاسره هي فعلا تجاره مربحه في النهايه، وفي البدايه الحقيقه تجاره مربحه،
وفي ناس بتقدر تعمل كده. وده كويس قوي، ربنا يكرمهم والله. ما بيعلنوش عن نفسهم، بس في فعلا ناس بتعمل. والله ربنا يكرمهم فعلا يعني، لان زي ما حضرتك قلتي بيبقى في البدايه صعب ان هي بقى عندها قرض عن طريق البنك وفوائد ويعني. وعلى فكره احنا بنحاول في البدايه ما نقربش من الموضوع ده تماما. في بدايه الموضوع ما بنحاولش نقرب منه خالص. وعايزه اقول لحضرتك كمان ان احنا الحقنا بعض الاولاد في سن العمل اللي احنا نقدر نقول عليهم شباب بقى، لبعض السيدات اللي كانوا معانا بالعمل في بعض الورش، حرف مهنيه يدويه، ورش نجاره او ورش حاجات خاصه بالحداده او تصليح سيارات وما الى ذلك. فدي القوه العامله اللي كنت بقول لحضرتك عليها، قوه خفيه او نقدر نقول عليها قوه عطلانه. القوه دي موجوده بالفعل بس لم يتم استخدامها. فالنظر مش على المراه المعيله بس ان هي اللي تتعلم وهي اللي تكد وتجتهد، لا ده النظر كمان على القوى اللي معاها. والحقيقه دي فكره وفي كتير كده. عارفه حضرتك تسلسل الانتاج، انا طبعا ما دخلناش الموضوع مش مشاريع كبيره، الموضوع مشروع صغير ومتناهي الصغر كمان لو هو مثلا بس ليه سلسله منتجه. سلسله منتجه يعني ايه؟ ان زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان كل شخص يستطيع ان يكون عاملا، يستطيع ان يكون منتجا، مش بس المراه. صحيح صحيح. استاذنك ناخد معانا سيده هدى. منين؟ هدى من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. انا من القاهره. اهلا بيكي، اتفضلي. اهلا بيكي. كان في مدام اتصلت بيكي وبتقول لك عايزه مكنه خياطه. استاذن حضرتك بس ممكن توطي التلفزيون او بعيدي عنه خالص عشان الصوت نلحق بس نسمع المكالمه. حاضر، اتفضلي. حاضر، اتفضلي. ايوه كده كويس. ايوه كده كويس قوي. طيب كان في واحده معاكي بتطلب مكنه خياطه. ايوه حضرتك. طيب دي يعني ممكن نعمل لها ايه يعني؟ انت حضرتك عايزه تساعديها؟ عايز توفري لها المكنه يعني؟ ربنا يبارك فيك يا رب. طيب استاذنك حضرتك. طيب الحمد لله، ربنا يبارك فيك ان شاء الله ويجعله في ميزان حسناتك. استاذنك بس تسيبي رقم تليفونك وزمايلي في الاعداد هيتواصلوا معاكي بعد الهوا، وهقول لك بالظبط يعني نوصلك بيها ازاي، او نقدر يعني نشوف ايه المكنه اللي تناسبها وازاي نوصلها لها. اشكرك جدا. ربنا كرمنا قبل ما نطلع من الحلقه. الحمد لله. يعني هو ده طبعا يعني مشاهدينا الكرام اللي دايما بيفرحونا كده في كل والله حلقه يعني. خير كتير، ومصر دايما فيها خير والله. ومصر احلى. مصر احلى بيكم والله. معانا منار من الدهاليه. الو الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. معلش انا عندي، مش هطول على حضرتك. لا اتفضلي براحتك. انا اخت كبير، انا اخت كبيره لاختين يعني اصغر مني او كده. والدي توفى وكنت الحمد لله كملت معاهم، وهي كانت والدتي مزوجاني يعني قبل ما توفى، ولما ماتوا البنتين جم قعدوا معايا. وبعد كده الو. ايوه سامعاكي. وبعد كده راحوا الو، اتفضلي سامعاكي والله. وبعد كده يا فندم راحوا يعني زوجي طلقني بسبب الموضوع دوت. معلش مش سامعه. ايه الو، اتفضلي سامعاكي والله، اتفضلي. بس انت قلتي الجمله الاخيره ايه؟ زوجها طلقها. طيب معلش يعني تعاودي اتصل بينا تاني. هو واضح ممكن تكون مش عارفه تكلمي عشان الاطفال حواليكي، بس ممكن لو في مكان كده بنسمعك على طول ان شاء الله. اشكرك جدا. طبعا واضح ان هي بتتكلم عن اخواتها، فهي دلوقتي بقت معيله يعني، اتوقع كده ان هي هتبقى معيله. ما سمعتش كويس بس هي كانت والدها ووالدتها توفوا، كانت اتجوزت وكان فاضل معاها اختين تقريبا كانوا عايزين معاها. يعني ده اللي انا سمعته لحد ان شاء الله تتصل تاني ونقدر نسمع هي بتقول ايه. طيب احنا كنا بنتكلم، حضرتك قلتي عن ان في يعني بعض الناس المحترمه زي السيده كده اللي اتصل دلوقتي وعلى طول برعت بالمكنه، وان ايه المشروعات اللي انت شايفاها اللي هي ممكن تدخل كشكل جديد يعني
مثلا حضرتك قلتي مثلا ممكن الاغذيه المجففه، ممكن الصابون. طبعا دي امثله للمشروعات اللي موجوده. برضو في حاجه اسمها تعبئه التوابل. في انواع كتيره جدا من التوابل لو حضرتك طبعا اكيد. انا يعني شفت في المبادره ان انتوا يعني هتخليهم يجيبوا التوابل الهندي. الهندي بالذات، لان التوابل الهنديه مشهوره جدا، وتوابل جنوب وشرق اسيا كلها. فده حاجه من الحاجات اللي هي موجوده. اللي طب هم هيتم استيرادها ازاي، ولا هو هيجيبوها من التجار؟ لا هي هنا موجوده فعلا، هي على سبيل التجاره العامه او التجاره المجمعه هي موجوده فعلا، ولكن مساله التعبئه والتغليف وان احنا نحطها في اشكال معينه وكميات صغيره، ده مجهود بسيط جدا تقدر اي ربه اسره تعمله من داخل المنزل. وطبعا الحاجات دي من الحاجات اللي هي مش هتتعرض للفساد ومش هتتعرض للتلف، وفي نفس الوقت العائد منها مربح جدا لان في اقبال عليها من السوق العام. تبقى حاجه كويسه جدا من الحاجات الجميله. برضو موضوع حفظ الاغذيه بقى عن طريق التخمير. هكلمك بقى عن التخمير. يعني دي عشان مهمه شويه تفسريها، وعايزاكي بقى الناس تتواصل معاكم ازاي ان شاء الله. استاذنك نطلع فاصل نرجع تاني. نطلع فاصل نرجع تاني. لسه مكملين مع حضراتكم وبنتكلم عن المشروعات الانتاجيه اللي ممكن تحول الاسره، او لو اسره، لو قلنا عدد الاسر مثلا، تكون اسر منتجه. فانت مجتمع منتج، انت دلوقتي ماشي على خطوات ثابته للتنميه. فلما نتكلم عن حتى المشروعات اللي كانت بتتكلم عليها دكتوره لاميا، ليه المشروعات الغذائيه، ان يكون مثلا مشروع متناهي الصغر تصنيع الحاجات الغذائيه زي تجفيف الفواكه مثلا او الخضروات، او يتعمل مخللات او كده، في الاخر انت ضامن ان انت هتاخد منتج حتى نظيف. يعني دايما ست البيض بتعمل الحاجه بشكل نظيف مش شكل التجاري، فهي انت واخد حاجه ضامن ان دي معموله بشكل صحي وامن بقدر المستطاع طبعا، لان هم بيعلموهم وبيدربوهم ان هم يتعاملوا ازاي في ده. دكتوره لاميا يعني كلام كله جميل وكلام كويس جدا، ويعني ربنا يوفقكم وان شاء الله احنا معاكم يا رب لحد ما نشوف المبادره دي بقت مؤسسه كبيره ومعممه في كل مصر. يا رب. ازاي يعني لو في حد عايز يتواصل معاكم، ان هو حابب ان هو يعمل حاجه، عايز يتعلم؟ اي تواصل معنا هيتم عن طريق مركز ربط الجامعه بالصناعه في جامعه كفر الشيخ او فرع المجلس القومي للمراه. هيوصلوا لينا وهنقدر نعمل له خطه استكشافيه نشوفه يقدر يعمل ايه، ونلحقه باي سيشن تدريب هو يقدر ينتمي ليه، ونمسكه بدايه المشروع من طرف الخيط زي ما بيقول. ومش هنسيبه غير وهو متعلم تماما ومطلع منتج وقادر على تسويقه. وزي ما قلت كده يعني طبعا اكيد وانتم بتعلموه ان هو يكون المنتج نظيف ومنتج يعني صحي وامن. الملح اللي بيستخدموه في المخلات نظيف، الملح او المنظفات. طبعا احنا حضرتك معانا اساتذه تغذيه وعلوم اطعمه، معانا اساتذه في الملابس والنسيج. فالحقيقه لما بنيجي نعمل الحاجات دي بنعملها باشتراطات صحيه عاليه جدا. يعني مش حاجات تجاريه. كل الاساتذه وكل الجهات دي متطوعه؟ متطوعين، كلهم متطوعين. والله ده اجمل حاجه. وعلى فكره والله هو ده الهدف من العلم زي ما قلت لحضرتك في البداية. والله وده اجمل حاجه ان انت تتصدقي بالعلم. معلش كل حاجه دايما بحس انها ليها ربط كده. هو الدين هو الحياه يعني فان ربنا يهبك العلم. ربنا يسيبهم كلهم خير. بس الحقيقه الجهود لما بتثمر الناس كلها بتبقى مبسوطه، بتبقى حاسه انها فادت فعلا. طبعا، وان انا يعني زي ما قلت كده يعني هو علم نافع ينتفع بيه، هي دي الصدقه الجاريه لاي حد ربنا من عليه ووهبه العلم. فلما انا يعني اعمل ده، اذا كان حد تاني ربنا وهبه نعمه المال، فان هو يعني بيحاول ان هو يساعد الاسر دي في ان هو يعني تعمل لها مشروع من خلال القروض الميسره من غير فايده. الجهات كلها اللي حضرتك تكلمي عليها المتعاونه معاكم، اذا كانت المتطوعين المتبرعين اللي واحنا بنبقى مبسوطين قوي يا استاذه وفاء لما حد بيطلع. يعني احنا طلع من عندنا حد في موضوع المنظفات المنزليه علم سيدات عيلته. حلو يعني قوي. كل البنات اللي موجودين، يعني انا جاني حد يقول لي احنا غطينا استهلاكنا شامبو. طبعا حضرتك عارفه الماركات دلوقتي اسعارها طبعا عامل ازاي. طبعا. كل انواع الشامبوهات اللي موجوده في السوق اسعارها غاليه جدا. طبعا. فبتقولي احنا بس ده احنا مش محتاجين نبيع، احنا غطينا انتاج العيله كله استهلاكنا كله من الشامبو. فتخيلي ده بند يعني مثلا لو سيده او اتنين ويبيعوا لبقيه الاسر هم بيبيعوا لبقيه الاسر الموجوده في العيله وعامل اكتفاء كمان وبيستهلكوا. فشوفي كام بنت وكام ست وكام حد موجود، وخامات طبيعيه وخامات متاحه
وفي نفس الوقت نقدر نستخدمها واحنا يعني نحس ان احنا مأمنين او مأمونين الجانب من الناحيه الصحيه طبعًا. لان دي برضو حاجات في الصناعات المنظفات بالذات وصناعات ادوات التجميل لازم يبقى الواحد متاكد تماما هو بيستخدمها من اي مصدر صحيح. تكونها مصادر طبيعيه تغطيه ده الواحد بس يكفي استهلاك الاسره من الحاجات دي وهو لو عمل نفسه. ده كانه عمل اصلا يعني مشروع مربح لنفسه صحيح. لو هو غطى نفسه بس صحيح. استاذنك بس ناخد معانا مين اتفضل الو السلام عليكم معانا عواطف من هنا اتفضلي ايوه حضرتك انا من جنة اهلا بيك اتفضلي حضرتك انا واجع في عرضكم انا نهدى عيالي ليهم اسبوع ما دخلوش المدرسه وعليا دين عليا دين 8000 جنيه وما قدرش اخش بيتي مش عارفه اعمل ايه وعيالي متفوقين مش قادره تخش بيتك ليه عليا دين عليا دين 8000 جنيه طب ماشي عيالي متفوق عليكي دين عليكي دين واولادك ما دخلوش المدرسه انت مش قادره تخشي البيت ليه يعني انت فين انا هنيتي في القاهره والله انا عند مبنى الاذاعه والتلفزيون جيت لي اسبوع ما حدش استقبلني غير حضرتك فارجوك ساعدوني طب ماشي استعواطي بس فهميني انت يعني انت جايه هنا عشان تشوفي حل للدين يعني ما عندكيش حكم قضائي يعني انا عليا حكم قضائي سنه عندي حكم قضائي سنة؟ الدين ده واخدة من حكم قضائي سنة ومعايا ما يثبت ذلك ومعايا كل ورقي وواجع في عرض أهل الخير يساعدوني الدين أشوفه. الدين أنت واخداه من مين؟ أنا واخداه من شخص اسمه منين؟ اسمه عوض عباس محمد أه جبت 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 توك توك وبعد كده سرقوا التوك توك مني وأنا بشتغل عليه أنت كنت شغالة على التوك توك؟ أيوه أنا اللي كنت شغالة عليه طيب وزوج حضرتك فين؟ زوج حضرتي متجوز يعني سايبكم؟ متجوز عليا وانا عيالي خمس اطفال اكبر واحد فيهم في ثالثة اعدادي متفوق في الدراسة وبنتي وعيالي وبنتي كلهم متفوقين في الدراسة طيب. ارجوكم ساعدوني طيب سيبي من اهل الخير سيبي رقم تليفونك والله المستعان احنا معانا مداخلات تانية صح؟ معلش والله الوقت خلص معلش انا يعني بعتذر لحضراتكم الوقت كالعادة يعني خلص يعني كان عايز اخد مداخلات تانية ولكن ان شاء الله نتواصل مع بعض الاسبوع الجاي وكل اللي عايز يتواصل مع دكتورة لميا برضو يعني نقدر نوصله بيهم نوصلها يعني عايزين نتواصل معاها بشكل مباشر نوصلها بيهم يعني بعد اذن حضرتك طبعا طبعا يا فندم طبعا يا فندم وطبعا زي ما هي قالت من خلال الجامعه ومن خلال المجلس القومي للمراه انا بشكر دكتوره لميا لطفي الاستاذ المساعد بجامعه كفر الشيخ واللي اطلقت مبادره حرفتي بيدي اشكرك جدا يا دكتور واحنا ان شاء الله معاكي تاني باذن الله وننزل معاكي ونشوف بقى المشروعات دي وهي مثمره كده وربنا يبارك في كل اللي بيساعد في ده يا رب يا فندم جدا شكرا اشكرك جدا وما تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 12 ظهرا واترككم في رعايه الله تصبحوا على الف خير. Thank you.